في ليسونس 1.6 كونفورم ما شاء الله، الله يبارك. بالنسبة للأسعار؟ أسعار موافقة الحمد لله، الله يبارك، مليحة شوية الأسعار لاباس. حاجة بعيدة بزاف، حاجة جديدة، الناس تكسب الجديد خير. وإن شاء الله ربي يوفق كل واحد إن شاء الله، اللي راه طايق إن شاء الله يقرب. راكم تشوفوا السيارة السيري راهي سومة ما شاء الله. يا ودي وين وجاب يا حسرة. سيارة جديدة تركب سيارة أصفر أخر ما تركب سيارة ماشي 200 في يقولك عطيني 250 240 راه وين أصفر ما شاء الله 249 كيما الأربي. سيارة نفس القوة نفس المحرك وسيارة كونفورم واسعة سيارة عائلية ما شاء الله والضمان 7 سنوات. مازال ما شفناش أميزو داير ضمان 7 سنوات شيري برك. من ناحية الركبة ونوعية ما شاء الله ما عاد ديما نقول فيها، قارنها بينها وبين الأربي لا كيف كيف، يا ولاكسو الأربي لا كيف كيف. بالنسبة للسيارات هادو الشيري أنا نظن يعني باللي دفتر الشروط اللي دارته الدولة جاب الثمار تاعو. سيارات من هذا النوع اللي تدور في أوروبا وتدور في الخليج هذا واش يستاهل المواطن، وبارك الله فيكم. عقب نزيدو نشوفوا إن شاء الله علامات أخرى باش هكا يكون السوق العرض يكون متوفر ويكون كل واحد كما نقولوا يساتيسفي الطلب تاعو في اي نوع من السياره يحبها. السيارات راح تكون دور من 2024 بهذا الضمان تاع 6 سنين 7 سنين و200 الف كيلومتر، انا نظن حاجه مليحه وربي يوفقهم ان شاء الله. الاسعار بالنسبه لواش راه يدور في السوق اسعار يعني ارض، اسعار هابطه هذه من بين النقاط اللي راح نلمسوها ان شاء الله منه وجاي ان شاء الله باذن الله انها تهبط في الاسعار تاع الطوموبيلات، واللي المواطن البسيط يقدر يدير طوموبيل ب 300 مليون جديده ولا 250 مليون جديده. درك راه فيراي في السوق يقول لك ب 300 400 بالنسبه للمواطن ان شاء الله مكسب، وان شاء الله هكا تكون المنافسه راح يدخلوا ثاني علامات اخرى تكون المنافسه بالك يزيد يهبط السوق اكثر، ونتمناو ان شاء الله يزيد يهبط وما المواطن يتمتع وتكون عنده في كل منزل على الاقل نشوفوا سياره، باسكو السياره الوقت الحالي ولات من الضروريات، بكري كانت من الكماليات درك ولات من الضروريات الوقت اللي رانا فيه. نتفائل خيرا بدخول علامه شيري هنا بولايه ورقلا. الحمد لله لاحظنا انه هناك اسعار لا باس بها، تقدر نقولوا مقارنه مع الاسعار الحاليه اللي نشوفها في الاسواق اللي هي تشهد غلاء نوعا ما. سياره شيري اسعارها ما شاء الله في متناول، نقدر نقول في متناول الجميع. اسعار السيارات هذوما سيرتو هذيك عجبتني مليح، يعني تشري سياره جديده زيرو كنتور افضل من انك تشري سياره قديمه وبنفس السعر، يعني 250 مليون ما شاء الله سياره، يعني هي مع ضمان 7 سنوات والله 200 الف يعني في الكنتور حاجه مليحه بزاف. الاسعار ماذا بينا يعني تزيد تنزل شوي على كيما هاك، بصح ما شاء الله يعني هاي زيرو كونتور يعني. افضل بياسر حاجه باينه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.